إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحكم إذا هذا اللذى قيمها بدن يحكم ذا عام بحي يكو قرن بدن وكم إذا كتبت حديثهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وقصقنانه ما نزل بلاء بذنب وما رفع إلا بالتوبة بلاء يكم أدعى ذات كان إلهي سبحانه وتعالى وأبو ري هديا يكون عذنا وحاصاب وأدم بي خلد الجلال إلى أين سبحانه وتعالى دوكل وميل مصائب تي بلايوي كبني آدم كالدنيا ذكو أصيبة أدم بي ذو أي سببين إن إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينان موياني أرنت نوع عاسي وأرن بضن كحسن كتاب كإلهي هي سنة النبي جن عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحوري سقاك ورمى يقوم وهلاقي كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كون وحي لمدينا ما أرن كودو يا أرن كي فرعون يا علكي سوكلا ذنبي وين بيقالين وآياتك إلهي بيبينيين إلهي سبحانه وتعالى ذنبي هذا أي قالين سبب توضبو عقاب عقاب هذا قار كود ربي سبحانه وتعالى الدنيا هذا أي كود دنسيي كواسو أي كم إذا هيد أبارو دوفانو حيوانات وحدباتي يألغو صليدو حنونا كود عاه يا دباتوين كله قاركود نوحا يكسو قيان آخر يا إلهي سبحانه وتعالى مرك الله هرقيه ومدن قيب كميدا واهبا ومدى كوي وقفض لقبضنا وقونا الدرجة سرييي دقال كي أحد مركي آي دباتو سوق قادي إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رميي وحيدا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ومركي أيدين قادر دباتو آيات الهدين سيدين وقل عدد أنا قادر مسلمين إلهي الدين تيسو النصرين إياه ودد ربي سبحانه وتعالى كجي هذا إياه نبي محمد عليه الصلاة والسلام راعي ونفي مال بوري ربي سبحانه وتعالى وحيره وحد كتل هذا النبي محمد وحد يدنك سميسينا وخلد يقفه يا صابوه
خلت كودنا وحى أمر أمر رضى النبي كم يضاي خلافين بورتا كصور دعينا هدان نقول السنوية هدينا للشبي يبع هي خلافة خلافين أمر كويلة هاي أمري إن حق كم يضاي سنادان وأنا إسخلافين سارب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ما أنت هذا يقتضد كمسلمين تأوضع قودة هي حالة ذا يكس غيهين هي نلش ودت سوق بدن تاي خلافتان كأمر كإلهي أمر كرسولك هي سبريرو عاد الله سمعي ومرك قار كودنا لغفانه تدك قار كودنا أي شيكتان بين حق الليهين إن إلهي سبحانه وتعالى عاصيان وأمر كيسا أي خلافان أرنت نوع عاصي كردي وهي كردين إيسا عقوبات كإلهي سبحانه وتعالى يكون عيادت كالدن بي كرر صدي إما عاصي ذا زياد صدي وحاد وقوي وحي إلهي سبحانه وتعالى وصحابة كعنا أنتي شاقينا لباتد مال انت قادين وسابوا يهي نبي قال محمد عليه الصلاة والسلام وحيري سيد ابن ماجه يا حاكم يا وريان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن شنع الرموت مارك الله يدنكو امتحامه حالة دين وادكتي إلهينا سبحانه وتعالى وان كم قال يا عداد مهاجرين تهين يا أنصار إن الرماها سيدتك قارة السمائية حالة دها سناء هليلان أتكم النقطان ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جعلت لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هذه أيومات كدح مغطى فاحشة والزندة لواتك ودوين كاللهم مروح الرماها السبب توأه ايه فضوذي ايه بني آدم ككوقة هذا فالكاحنين والصمائيو هدي اي امد كدح موقضان كواسي وحا امد كدح فافا حنونا دا وحاقا يقوم هذا وطاعون وحا ليراه دا حنون كستو عددك ترب ترب الدله ايا حنونا هران لاقون امد ايه كور ريي يا دويلان صومري انا مقلبه وعقاب ذنبي يا معصيه للسمائي صابو يهي ما انت واحد شرو حياب بضن نعم اله بضن انغو هيسنا وددكنو اي كعودان وحكم اذا سحر برر يا نولشو وخوغي قاليودي وحكم إذا نبت قال يدرى ما لها قار كود كدعضة وحكم إذا ضد كوطلين إياه إن بدن وكم إذا يكعودان أو محكمة ذا النقدان أما ما لك لبها هذان هذه أشير عليه الرماها النوع عاصة سيقو تدير لو ما يقو واللي اسمه ويديو وحنا إنه كعبنا يدي باتوين كنا إنه ترسنا إنه طلوا محاصة وبي هدي اللي سوي دينا صابت يدبت هاي لما تابتو دواني حقيقة دا هيدنا الله ما دونه قفك الله قي أبدا بيجي سينو سابو ياي إياك اللي قصة ما ينا يحافد ديسة إيا مقالة ديسة إيا الدل كيسو لبعض الدنبي قو قماب تريه توبت ندوه ده كما ديغو داد كلا عيون بودوشة وصارة دوه ده نميال كلا لغا رادية ويو بضان تهاي مروال بين ليرادو دولة ده نهال بدلو
تي هرابا دانتي حسبي هبل ايا دباتوين كان ينوغو عام مد كلاينو كوبا دلو ومارين هابو يدوودي صحدا هيدو وددي دي آن لامارين ايلا قلو ماي قفلت دا ايا موغان انتا نو عاسي وحي كانتي معاصدة هي خلاداتك سي فردي فردي الله سمعين ايوه ايتا سي جماعي ووضر الله سمعين ايوه ووليب معاصي ووين اهي انا ان رفضاتو اين لسهلناتو وضدك انت وناك فريسة يا انت حمان تريبيسة يا انت كشقين ايسة معاصي ذا هي منكر كاسول انتيسو إن هي آدي آدو يرادان عد عاوصانا انت بدن آني هلين داد كبدن كودنا اللبونا النقدان كو حمان تيسامين ايا ايا كو ايا مكامسان ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وناقنا انفرهين حماننا ان ريبهين أرن كان نوع عاصية يحال الدعين كاسياهي سيدة إلهي كتاب كيسا وكشا يقاي واتصابت واسعر بررك واتصابت وانبت قلي الدردة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي سبحانه وتعالى تصالوا يا لأمضها لغو عبرقاته وانا واقفك ايا الدقنين وادد ديقان دقنا إلهي سبحانه وتعالى ونعم ايونا بدقل يسيي ربي سبحانه وتعالى الباب بدا رزقي غوفري ورزقي غوشيهوين يدنا عيكل الدوان وقيم ادو إلهي سبحانه وتعالى نعم كيسي وغمي مهد نقن بل وحي إلهي كعلي سينية يا ربي سبحانه وتعالى وحان رالي قلين هاين بيك كتشوابين ونعم كي إلهي بي أغفى إذا استين إلهي إني عاصيان قريه ووينا إلهي وسي لعقت ربي سبحانه وتعالى سيي بيريه إلهي وكو أرزاقي نعم كي بين أيي وقفى إيدي استين معاصي فكيف صار حالهم يا عباد الله حال كود السدو نقضي أدوم إلهي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إلهي نبت قل يدي بقو وقب الدلي معصي ذا كنتي نبت قل يد الرضا معصي ذا كنتي ويان معنه إلهي سبحانه وتعالى أرسى قدي بالله نيت يا نعم كي اي هيستين قاتشو الهي سبحانه وتعالى ابو بدلي لبدا صولي بس اذا الهي وصوري اي اسهر نادين واد ابو دوادي وصيدا قفك دركيس وقول دو يا اي وحو قشيقان وشرين ايا بقي نبت قلي الدر قاتشو اي معيشة دوات كاتي اي ونقط ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ذكر الله هو دين الله إلهي الدين تي سقفك كتشيستا برشد هذا واجبك كعمل فلك هذا كحكم كذا يكون قست هذا إلهي وحو بلن قادرنا للأضيق معيشة ضيقة شديدة يا ربي سبحانه وتعالى وبلن قادر way kamitaay waxa ay haystaan in barakada laga qaado wax badan oo ay heli jireen ilaahay albaabadiisa inuu ka xiro ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qadiyo sida uu nabigeena maxamed kaleey salaatu wasalaam mar uu ka waramayay qadiyada rizqiga ma xurima ar-rajulu min rizqin illa bi dhanbi yusibu qofku inuu rizqi ilaahay uu heli jiray أما بس إلهي سبحانه وتعالى وقري مركه هره لكن شرده هو هينو معصيه ده اسكيل عليه
إنه كقدر رزقك وحاس سبب النقد الدم بأدونك وسمي إن أرزاق ده إله إلا وايت الصمد يتدلك وبركة لك قاده ومعيشة دوايات كاته وسعر برر ودعه دم بيد الله السمين يا صباح ما أنت نوضع ركته وددك وحيابك لي صباح وقد قيا إلهي با مصعره بني آدم ودم يهدو السوية ما هدو اسكد ديو إنو سعر كهاسو لقامه وكرو قادو أرن كاسي وصور تقلي ما يلا بإذن الله إلهي وقل آدم وياري مركي مقالة مدينة سعر برر وكدعي الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويما الدين ردان سعر لنا يا رسول الله رسولك إلهي وحيابها انقوط الضروري قاية وحنا يبدو كمار مهين قال يوبي سعر وشران لدافين كريم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر إلهي باشي هذا سعر كوشره سعر قوينتو حق السراء يكتي مادا إما هميدة بني آدم كسيدة أي دونان أي كيه لكران أيها المسلمون عباد الله أمد مع سيئة لقم دحوايو لكن أمد الشر كيدو خير كيدو كبطو فساد كيدو نصلاح هذا كزيادو انت وناكسن انت حمي أي كبطو أمد إلهي سبحانه وتعالى هلاك كيدي عقاب كيدو كرعاه كاسو عده وكل عيانا يهينو قرى عده فالدنبيات كجيستي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الفتنة هل كان عذاب باللوغة تشيدة والنفتين كيلا ليا ووغة ترى واسبابتي سكفوا قادة عذابا كو خلط كالسمية وقرى انكو دعاهاين وإلهي عذاب كي سمركو يمادو يصيب الصالح والطالح كحريك ونكسن بواكونا عيا إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى بدو إلى عيبت بادية موياني ما أنت مع صفة ربدا ومدعين كالضنين ودن كانوا كسهلنا إياد صيف بحضي وعن أكسونا إما قال هذا أنت كفورا هبال إلى إلو عاصية ليس جاي الرقي الدمر قاقاوا وضع عياريا سقب قبصانيا استاتابانيا غار كود لغو استعماله من دوريا خمري يوح كسي الدرنبا قبل كمركو دعا معاسي لبلابيا او إلا واقو بريا يلا وضيا موسيق لقراعيا هي صحن وفحشيا ولا ترين ايو دومري سسو قاوي وهدنا ان مبارك با ان الدنب سمينيا ومغلس امام فيليا هبين كدوي كوي اي بوليس كو تاغين وحي لهاين وفيديو قي لقد دوبي كدحموقدا ادر وحو سمين ماينو ادر حمان سمين ماينو وهب لو حويان لابتود وقاونتهي تيمهود قاويهين مريكو وخفيف صنحرا وحو البيس سو مريي وخلاف قول كيلاهود ولا يبدين زينتهن وهيسية هيستي حارنتهاي ورقع جنبي كاة اي لا 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 تشوغة بردنا عيضكو هيا مرارك غاركو ابنا يسقب قبصان ايام بمركي وده هيسية حدنا يا سبحان الله وما أركان حمان حمان سمين ماينو طالو محي حمان ويقانين بان سويدي وغفلة وغفكم أركو مع سيادة سمين ايو حتى هدي وبقى كتيرين وخلدية ودرنسية وخطيلة يوحشون ايو وداما قفك انو خلدية اي حمان انو سمين ايو بان درنسانين لبدا سواسيك العقاب دريهين إلهي بين عقاب كيسا كما قن قلينا ودي الله ذا نوع عاسا مقالة ذا نابي وقبتين دادك وحاكو سمين ايانا
qaarkood waxaabay ku doodeen inay xaq u leeyihiin. Magacyo wanaagsanna waa loo samaystay oo fan iyo suugaan baa la yidhi. Fan iyo suugaan faasida weeye ka noocaasi ah. Fan iyo suugaan halaagga Ilaahay iyo ciqaabkiisa sabab u noqonaya weeye. Waxaanu ka cabanayn oo dhan uu ka mid yahay kuwa badan oo Ilaahay nooga naxariistayna weli ay jiraan, haddii lagu sii socdana ay iman doonaan. Waxaan leeyahay bal horta ummadda dareen ha galo, ummaddu ha dareento nicmo kastoo ay waayaan, xalo adagoo kastoo ay galaan, dhibaato kastoo la soo gudboonaata, Ilaahay inaanu dulmin. Ilaahay addoomiisa ma dulmiyo. Waxaa sababe uu yahay xumaan ay dhammaantood sameeyeen ama qaarkood ay sameeyeen ummaddaa ku dhex faaftay oo ka soo dhex ifbaxday. Dareenka noocaasi dadka marka uu galo, dadku waxay qaban doonaan shaqadii Ilaahay uu faray oo ah inay wanaagga isfaraan, xumaantana iska reebaan. Waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar. Markaasay noqon doonaan ummad khayr badan oo Ilaahay raxmadiisa iyo barakadiisa iyo nicmadiisa hesha, ciqaabka Ilaahayna ka badbaada. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa dareenka noocaasa inuu dhammaanteenba ina geliyo, inay aad inoogu cuslaato, Ilaahay in dhexdeenna lagu caasiyo laga cadhaysiiyo, oo Rabbi amarkiisa la khilaafo oo wuxuu diiday badheeg loo sameeyo, inay quluubteennu ku faraxdo Ilaahay oo la adeecayo amarkiisa la qaadanayo marka aynu aragno. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala taa ka baryaynaa. Waajibaadka waaweyn iyo shacaa'irta Islaamka ee ku xusan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Nabiga waxaa ka mid ah inay ummaddu noqoto ummad ka shaqaynaysa sidii khayrku u caamiyeeli lahaa, sharkuna uu meesha uga bixi lahaa, ama ugu yaraan sidii sharku u yaraan lahaa khayrkuna uu badnaan lahaa. Shicaaru min shacaa'ir Islaam, haddii arrin lagu darayo arkaanta Islaamka, arrinkaasaa lagu dari lahaa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar. In qof waliba inta awooddiisu ay gaadhsiisan tahay si ay shareecada Islaamku u ogoshahay, ilaa qofku maaha inuu macsiyada ka xanaaqu dhibsado, dabeetana isaguna haddana macsiyo kale uu ku dhaco uu maro waddaan loo sharciyey inuu loo jidayn, amaba se xumaanti iyo fasaadkii uu dhibsanayay mid la mida ama mid ka daran inuu ku dhaqaaqo uu sameeyo maaha. Nabigeenni Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinka noocaasi ayna amray, ummaddoo dhan buu Ilaahay amray alamru macruuf wanahyu can ilmunkar. Qof walba intay awooddiisu gaadhsiisan tahay, mid aqooneed iyo mid fulineed, man raa minkum munkaran falyughayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan. Wa xadiidu abi saciid fi saxiix imaam muslim wagayri, qofka idinka mid ah ee arka wax shareecadu ay diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha diido, oo shaygaa gacantiisa ku baabiiya hadduu awood u leeyahay. Arrinkaa cidda koowaade soo gelaysa waa dowladda, suldada iyo awoodda iyo amarka iyo fulinta Ilaahay subxaana wa tacaala gacanta uu geliyey. Shacabka marka la eegana, qof waliba intuu u taliyo ee isaga maamulkiisa hoos timaada ayaa munkarka ka jira gacanta uu wax kaga bedeli karaa. Fain lam yastatic fabilisaani, haddaad awood weyda gacanta ama haddaad istiraahdo gacanta wax kaga bedel, fitna iyo fasaad ka sii weyn uu ka dhalanayo, ka hadaloo ka aamus. Waani dadka samaynaya u caddee waxaasi munkar iyo fool xumo inuu yahay. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. دي تاسنا يلونتك والربا وحتى الدرين كاسيان وشيرين قفكو الدرين سين وحنوين ويا المنكر يا معصيو يا أمر إله يا الله خلافي
iyo wax cadaabka ilaahay iyo cadaadiisa iyo naxariistiisa sabab u noqonaya oo in ilaahay la caasiyayaba aanay ula muuqan bal mararka qaarkood sida dadka qaarkood ay sameeyaan isaga uu difaacabo loo yar uu noqdo macaasida iyo cidda samaynaysa waxay taasi calaamad u tahay inaanu qalbiga iimaan ku jirin ama iimaankii aada u daciif halka u hoosaysa u gaadhay oo dabeetana qofkii uu noqday qof dareenkii iimaaneed uu ka tegey oo laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara xumo iyo samabaan kala soocahayn indhihii qalbiga beelay ama araggoodu aada u yaraadayo aan xumaanta iyo wanaagga aan kala arkahaynba waajibka noocaasa baa ina saaran ilaahay baa ina saaray subxaanahu wa tacaala waajib rabbi baynu gudanaynaa nafteennana ciqaab baynu uga tudhaynaa dumaddeennana waynu beri yeelaynaa waayo su-aal baa ina sugaysa ah munkarkii aada aragtay ilaahay daraaddii ma uga cadhooto intii awooddaad ahayd waxma ka qabatay mise xataa ma dhibsan inaad wax ka qabatay iska daaya waa su-aal ina sugaysa yowm alqiyaama jawaab baynu u diyaarsanayna cidda markaa suldada iyo awoodda gacanta ku haysana waxaa waajiba inay ogaadaan macaasida iyo munkaraadka bannaanada loola soo baxay lagu xafladaysanayo hudheellada loo samaystay inay arsaaqda iyo maciishadda cidhiidhi ay gelinayso oo sicir bararka aynu ka caawanayno asbaabteeda u waaweyn ay ka mid tahay wakadalika nabadgelyada oo nicmo ilaahay na siiyee inay naga duminayso waajib baa ka saaran sida culimmadu ay ku sheegaan kutub alaxkaami sultaaniya xaakimka waajib baa ka saaran ragga iyo dumarka isdhexgelaya inuu kala sooco waajib baa ka saaran dumarka bilaa xijaab guryaha kaga baxaya waa min jumlati alwaajibaat waajibaadka dowladda saaran bay ka mid tahay mashaakilka maanta jirana waxaa ka mid a al-umma alislaamiya in badan oo ka mida waxay noqotay umma maadiya hadday dowlad ka cabanayaan waxay kaga cabanayaan waa adduunyo annagu reereebal haddaanu nahay dowladda manaasib kuma lihin annagu reereebal haddaanu nahay waxba nalama siin wixii la qaybinaya waxba nagamay soo gaadhin qaar waxay ka hadlayaan caafimaad waxay ka hadlayaan biyo qaar roodhi bay ka hadlayaan iyo khubus la cuno oo mudaharaad iyo kacdoonna ay u samaynayaan wax diin ka hadlaayo bal adiguba arag ole ayna sharcullah oo dad saxa u marayo si saxa uga hadlaayo thawraadkan iyo mudaharaadadan iyo waxaani marka hore wax sharciga ilaahay khilaafsan iyo alkhuruuj cala alxaakim xaakimka muslimka inaa mardiido lagu sameeyo laga hor yimaado ama lagu idhaahdo xukumka xoog kaga deg iyadoo marka horeba waxaan uu yahay wax khaldan ayaa haddana waxay ku sababaynayaan uu yahay roodhi iyo qamadi iyo daqiiq iyo biyo iyo laydh iyo wax lamid a waxyaabaha noocaasa baa dadka diintoodii maanta kala qaalisanaaday haddii diintoodu u hagaagi lahaydna waxaasi ilaahay baa u wanaajin lahaa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuquhu min xayu laa yaxtasib waa ballan ilaahay weeye ilaahay haddii laga baqo ilaahay baa albaabada risqiga furaya iyo asbaabtiisa xaaladaha adagna ilaahay baa qofka iyo ummaddaba ka saaraya ilaahayna subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisa ma baajiyo waajibka noocaasa bay tahay in ciddii u tagta madaxda ay kala hadlaan oo ay had iyo jeeraale quluubtooda ku weyneeyaan alwaajibaatu diiniya waa waajibaadka u horeeya ee madaxda ummadda ay u talayaan ka saaran hadday tahay ilaalinta farallada ilaahay oo towxiidku u horeeyo oo salaaddu ay ku xigto iyo hadday tahay la dagaalanka munkaraadka iyo macaasida iyo khilaafka si muuqata loo khilaafayo amarka ilaahay iyo amarka rasuulka haddii aynu sidaa yeelna dowlad iyo dadweynaba ilaahay baa ina barakayn doona dhulkeenna inoo barakayn doona waxa aynu doonayna ee wanaagsan ilaahay baa inoo fududayn doona waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqda
إلهي بأرنكي صوف ضيني أرنكي صدم بو إلهي مذ يسيرن أو سهلن أو كدقيا إلهي با سبحانه وتعالى ينودن بدافيا الدومه إلهي قال يا إسلام با إلهي با نوسخيني وإلهي با مامولا وفود دود قعمتي ساي كترتا الله داد رالي قليسو يقول دوليسن أي قندها قهوستو دا إيمان دونان لكن هذا إلهي كعلي سيسو سياد يقول رالي قليسو أما أديقو إيه كبقان إيه إيه واحي كوكو سمعين كرانو مغدعان وچرين لكن أرنكو وسواس شيطان إيه وعدك إيه بوهيون ويهي إلهي با سبحانه وتعالى كسيد دولينا إيه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا رجي إنسي قاها يتشنك مغان قلي تشري بقه إيه الضعف تاك درو أو درو مد قلبي إيه مد تشريت أيهم بارين تنو عاسية أو كرني واحكا لو أي كرني فين ما تشرتم واحد ولد دي أنه أي سميسي ووحفي عن إن كوي فنانين تمركا الشيغان أي حفلة دها رجي يدومر كسكو احتراني قاوان موسيقى لغا قراعي لغا هيسيو اي الهي سبحانه وتعالى سعب امو قطل لغا عري سيريو اني توتيين وواجب كودي وانا كمهات سيين جزاهم الله خيرا ورفع الله قدرهم حفلات كي عيدة قالت اللو سمين ايي اني دولدو توتي سيد مدحوينتا هاي يا ديت وزيرة الاوقاف وزارة الاوقاف با ووجود عيننا إلهي بانا قدر كينا كرو قادي دونان اللعن هدي واجب كنو عاسا قد الشدي ساعت ساسي ووضان هدي اللادا قار كود إن بدن ومدو اي كعبان يسي لا وقتي حمانتا لسمين تيري لغا تشوشي سي كوبان حق وقتي مركا لغا يغا الله حييري يدن وحن لنا وواجب شرعي ودينية أولا قلت إلهي ذنك جزائي سي aad nawaydun ku duceeyna waydun ku hanbalyeeyna kuwa kale ee la midka ahina wadadaasi ha maraan kullu man yufsid hadhihi al-umma mid kasto umadan fasahadinay aqeedadeed umadan ibaadadeed akhlaaqdeed iyo dhaqankeed nabadgelyadeed iyo dhaqaaleed dhamaantood waa in meel looga soo dejiyo amnigan boolisku ay ka shaqeeyaan kuwa wax qarxinaya iyo كو انا بدقل يد الرسم اين ايا اما عيالك وحشيدة يا بوليس كو هادية شرالا الى الدقال لما ايان وواجب الى الانتيسو لكن امن كسي وين باتشرة الامن الفكري ومضى ان نبدقل يد حق فكر كالله الى اليو الامن القومي الامن الغذائي امن حق اخلاق ده اخلاق درده نبدقل يد درده نوع او درم بيت اشهر وإن لو قدوا حاسين ويا واحد نبت قليا ذو حيالي ويتاين إساقا حوق وحويا الله صاره أرن كنو عاسية وإن لقو تاقي رد ولد ولقو قرب استاقو ولقو ديري قليا كوا السمين ايا ما اللي هنوا قالوا وضد مسلمين اكي وحاي السمين وفسقي وحاي السمين ايا ومعصية وحاي السمين ايا وكبائر يدن بيا واوين ايقا نوحين الله النهي اتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى كبقى ربي سبحانه وتعالى وطوبت كان ديتهاي كوى مهرضا وحاوفرتي يا ديتهاي كوى مقع الفنانين تسيت الرقية الدمر با معصيدة بغير كاسة مينية إلهي وصول نغضا واد ليباني دون تاني وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله يا الدنيا آخر واد كل ليباني سادوها كطوبت كانتا كو عبرقاتكو إذن كمذا هنشري إلهي وطوبت كيني سيدة إلهي سبحانه وتعالى ورفعي ودرتشيي ومدى أغلبية دادنا يوهن بليسي وقونا الدعيسي وقونا تعلاتي أرنت نوعاس شرف يدرتشنا أكتو دسي وقاقية الشيء رقي الدمر وحي وحاك طوبت كيني بلايقا وليب وحي الشيقين وكدرا وحينا وحنا الدنيا بلقى مهلو أنا وحنا سولان شري وحن ملا أرساق بي ودونتين كوي توبت كان وحي يرادين الدوية ما وحل لقى ما هلا بيرادين مركا هدانا الدوية لقى هلا هين
آخرنا وحنا وكاف وجينا يوم عرض إلى أي نعدشين سنة صاب وقلنا قنا يوم شرف درنا وكوس وشيدا يوم انت أنا جريد وكوجي من فرصة بعد ستاية إلى سبحانه وتعالى وتوبت كان إلى هي توبت ده إياك إيا إنا جواهين وافتشي إيا إن إلى هي سبحانه وتعالى لما أنت باين وقلنا قنا وإن قنا أمة مطيعة لله ومد إلى هي أدي عيسى مع سيادة إيا الشركة إيا مخالفات كيا منكرات كنا كفوق إلهي بين أمني إيمان بويدي سنينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.